هجيب لك عند الجرين اري احسن ولا كده خلاص؟ لا لا تمام. وريني المفتاح بقى، وريني الاوبشنز بتاعته بقى، يعني شوف اصور فيديو يعني. افتح الشنطه كده. اوكي اقفلها. تمام تعالى افتح الكبوت برضو، ندوس على الكبوت. اقفل. هنا الاوكر دي بتدخل تطلع تاني صح؟ استنى دخلها. اوكي بالتاتش كده. استنى بقى نبص على العربية كلها اصلا. معلش افتح الشنطة كده تاني. ماشي هنا الزرار ده اللي بيقفل. هنا الباب فريملس. بانوراما طبعا. يلا اركبوا بقى نعمل تست درايف كده. طبعا انت اول ما بتركب العربيه بتعدلك صح؟ هي كده دارت ولا من غير اي حاجه؟ تمام مفيش اي صوت اي حاجه. دي السكرين بقى لو عايز تبص عليها، عايز تفتح السقف مثلا. هي الاوبشنز السقف ده الايباد يعني تاتش سكرين كده بتعمل كل حاجه. اوكي كلوز الكنترولز بتاعت العربيه، اللايتس، الدرايفنج مودز، عايز اسوق سبورت مثلا. اوكي الاوتو بايلوت ده لو في لينز العربيه هي بتسوق لوحدها. تمام. حاجات عن الفيكل بقى زي التشايلد لوك، تشايلد بروتكشن لوك، الاوتو بريزنت هاندلز، الووك اواي، الدور لوك بيقفل لما بتبعد وتقرب، الاوتو وايبرز دي المساحات، سمارت بريدكشننج هي بتتوقع حاجات فتقول لك هنا مثلا تيك كير انك ممكن تخبط فبتبدا تنور لك احمر. يعني شويه اوبشنز في العربيه نفسها. هنا ميوزك بقى طبعا انترنت، يعني الميوزك لو عايز ميوزك هي كونكتد تو ذا انترنت، عايز اسمع اي حاجه بدوس بسمع اللي انا عايزه. اوكي كاميرا. كاميرا اللي ورا. بس ده اللي هنا التشارجنج بتاع العربيه فيها قد ايه شحن. تمام. كده الويب اذا عايز تدخل على جوجل مثلا اي حاجه. انترنت. الانرجي ده التحكم في العربيه بقى، استهلاك الكهرباء. طيب من هنا تخلي العربيه تشحن وهي ماشيه كمان. هي الريجنريتيف بريكنج اللي هي الدرايفنج هنا دي. دي اوريدي بتخلي العربيه بتولد طاقه تانية. عايزين برضو نشوف صاحبتها كده بقى اما نطلع على بنجرب العربيه. اه يمين سيكوا نفسكوا بقى عشان يعني احنا هنطير دلوقتي. يا اما انا بخاف. اه بعد ما طبوا. شرق بيض. واو
الله الله لا 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 ايه ده لا اسرع عربية في العالم بس بس كده كفاية اوكي حلو قوي بقى مختلف انا هنا بيبان طبعا كل حاجة لو في عربية طالعة ورينا كده تطلع في العداد الموتوسيكل ورانا باين اهو شايفه طالع في العداد ورا العربية بتطلع برضه اهي لسه معدية يعني كل حاجة بتبان لك يعني عشان الاوتو بايلوت بص ودوس كده دوسها برضه عايزة تشوف بتطلع في قد ايه بتعمل قد ايه مش عايزة تكرر العربية واو بس 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 رايك يا لولو الموضوع مش طبيعي تكييف رهيب هنا في الكاب هولدرز عم ادور عليه ندوس عليهم تاني ايه طب اننا ولولو محتاجين ننزل اوكي انا خايفه انت حسن في الملاهي ترجع ولا حاجه اوكي بطني وجعاني طيب انت ممكن تنزلنا هنا بقى نتمشى